بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم. الحلقة دي إن شاء الله الحلقة التانية في الكالكلس. إحنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على derivatives of trig functions. قلنا trig functions six functions، عندنا sin cosine tan sec cosec tan، وخدنا الderivative بتاع كل واحدة لوحدها. النهاردة من الحاجات المهمة جداً اللي الكالكولس كله مبني عليها الكلام اللي هنقوله النهارده، فحلقه في منتهى الاهميه. اولا الحلقه عباره عن موضوعين. الموضوع الاولاني هنتكلم على implicit و explicit derivatives و parametric derivatives، ده الجزء الاولاني في الحلقه. الجزء الثاني في الحلقه هنتكلم على higher derivatives. اللي انا بقوله ده تقريبا اساس الكالكولس كله لغايه ما يخلص المنهج. تعالوا مع بعض واحده واحده نشوف احنا بنقول ايه، يعني ايه اكسبليسيت، يعني ايه امبليسيت، يعني ايه بارامتريك ديريفاتيفز، علشان تبقى مخكم مستوعب وفاهم ايه الموضوع. يلا كده معايا كده على السكرين. اولا لما اقول اكسبليسيت اند امبليسيت ديريفاتيف يعني ايه يا اولاد؟ انا لو جيت قلت لك بص للفرق بين ده وده، هنا هتلاقي واي ايكوال. لو شفت واي ايكوال واي لوحدها واكس لوحدها، دي بنسميها اكسبليسيت فانكشن. لو شفت اكس مع واي، دي بنقول عليها امبليسيت فانكشن. يبقى في اكسبليسيت وامبليسيت، مجرد مصطلح تعرفه علشان ده اكسبريشن رياضي المفروض ان سيادتك تبقى عارفه كمعلومات ثقافيه لك. يبقى explicit يبقى الواي لوحدها اكس لوحدها، implicit يبقى الاكس مع الواي. طب ايه حكاية parametric derivatives؟ بص لي يا جميل، انا لو جيت قلت y function of z وx معاها z، يبقى انت الاكس والواي دول بعاد عن بعض، بس في وسيط ما بينهم z. اه z دي بنسميها parameter. بص تاني، y sin theta x sin theta، الواي والاكس بعاد عن بعض، ولكن هنا في سيتا وهنا في سيتا، يبقى في حاجة رابط او وسيط بين الاكس والواي، دي بيسموها بارامتر. يبقى لما تسمع كلمة بارامتر معناها رابط او وسيط. طب سؤال يا باشا، لو قلت واي واكس الاخيرة خالص دي، واي فيها زد اكس معها سيتا، هل بين دول بارامتر؟ هتقولي لأ، لان بارامتر يعني حاجة موجودة هنا وموجودة هنا في نفس اللحظة. دي بداية، ده عشان تبقى فاهم. احنا بقى هنتكلم النهاردة على الحاجات اللي فيها بارامتر، ده ناخد الديريفاتيفز. هنتكلم على الاكسبليسيت والامبليسيت فانكشنز، ناخد الديريفاتيفز، ده الجزء الاولاني في الحلقة. يلا يا باشا كده مع بعض نفهم عشان كلام مهم. لما اقول لك اعمل لي دي باي دي اكس واي باور 5، ده تطلع ايه؟ هتقول لي احنا اصلا لما اقول دي واي باي دي اكس، احنا عارفين حاجة اسمها تشين رول. لما اقول دي واي باي دي اكس هتفضل دي واي وتفضل دي اكس تحت، ولكن هو دي واي فوق دي اكس تحت، هزود بارامتر هنا وهنا، اقول دي زد دي زد، يبقى دي واي باي دي اكس ايكوال دي واي باي دي زد تايم دي زد باي دي اكس. انتوا عارفين الكلام ده من السنة اللي فاتت وسميناها تشين رول. طيب لما حد يقول لي احسب لي دي، انا هشرحها بالتفصيل وبعد كده نقولها باختصار. انا هسمي الواي باور 5 ده بزد، يبقى المطلوب عايز دي زد باي دي اكس. طب ما تيجي نقول واي معاها زد، يبقى الديريفاتيف اسمه دي زد باي دي واي، لان الواي وزد، يبقى الديريفاتيف اسمها دي زد باي دي واي، تطلع 5 واي باور 4. لما اقول لك احسب لي دي واي باي دي اكس، هتقول لي تبع للتشين رول، دي زد باي دي اكس ايكوال دي زد باي دي واي تايم دي واي باي دي اكس، ده التشين رول. شيل دي زد باي دي واي واكتب 5 واي باور 4 وتكتب دي واي باي دي اكس. كل اللي انا عملته ده هشيله، اهو شيلته. بص للبدايه بص للنهايه، اول ما تلاقي دي باي دي اكس لواي باور 5 دول مختلفين، اقوم اعمل ديريفاتيف عادي 5 واي باور 4 دي واي باي دي اكس. جت منين؟ اهو من التشين رول. احنا ما بنقعدش نعمل كل الخطوات دي يا باشا، اكتب الاجابه النهائيه على طول. طيب كمان مره،
دي باي دي تي لاكس باور 5، هتقول لي برضه لو انا سميت ده بزد يبقى انا عايز دي زد باي دي اكس، واقعد اعمل نفس الخطوات الكتير ده اهي. طب ما تقول من الاخر دي باي دي تي لاكس باور 5 نقول 5 اكس باور 4 دي اكس باي دي تي، يبقى من غير ما اعمل الخطوات اللي في النص على طول هقعد اكرر معاك الفكره دي لغايه ما اثبتها في ذهنك. يلا كده مع بعض اهو، شوفوا 5 6 مرات اهو. يلا يا جميل، دي باي دي اكس اكس باور 5، هتقول لي 5 اكس باور 4 لان دي اكس وهنا اكس، خلاص مش هزود حاجه تانية. اما دي واي واكس دول مختلفين، يبقى انا هقول 5 واي باور 4 دي واي باي دي اكس. كمان مره، دي باي دي تي لتي باور 4، هنا تي وهنا تي، يبقى نعمل 4 تي باور 3 فقط لان دول زي بعض. طب لو مختلفين يا باشا قول لي 5 اكس باور 4 دي اكس باي دي تي. تعالوا نكرر، شوف انا بكرر كم مره عشان دي اساس. لما اقول لك دي باي دي اكس ساين 5 اكس، هتقول سيادتك هنا اكس وهنا اكس، يبقى اعمل ديريفاتيف عادي، ديريفاتيف الساين هنقول 5 كوساين 5 اكس فقط. اما هنا انا كاتب دي باي دي اكس ساين 2 زد، هنا زد وهنا اكس، يبقى لما اعمل ديريفاتيف هكتب 2 كوساين 2 زد دي زد باي دي اكس. طب هنا دي باي دي اكس ساين 5 واي، او ما اعمل ايه، او ما اطلع برضو هنا اكس وهنا واي، هل دول زي بعض؟ لا، يبقى لازم ازود في الاخر دي واي باي دي اكس. خلي بالكوا دي اكس تحت هتفضل تحت، هنا زي هنا دي اكس فضلت دي اكس تحت، يبقى هتقولي ده هي 5 كوزاين 5 واي دي واي باي دي اكس. اللي انا قلته ده يا ولاد ده مهم انك لازم يبقى في دماغك كويس. اول ما تلاقي دي باي دي اكس بص على الفاريابل اللي هنا، هل ده هو ده؟ لو ده هو ده اعمل ديريفاتيف وفقط. طب لو ده مش زي ده، او ما اقول له 5 اعمل ديريفاتيف وازود دي واي باي دي اكس. جت منين؟ جت من التشين رول زي ما شرحت لك من شويه. طب معلش كمان مره معايا، لو قلت لك ديريفاتيف اكس هتقول لي دي قصدك دي باي دي اكس، ديريفاتيف يعني دي باي دي اكس، اعمل لي ديريفاتيف اكس تقول لي ب1. طب ديريفاتيف واي يعني دي باي دي اكس للواي تقول لي دي واي باي دي اكس. طب ديريفاتيف زد هتقول لي دي زد باي دي اكس. يلا يا جميل، ديريفاتيف اكس سكوير هتقول لي 2 اكس. طب ديريفاتيف واي سكوير، لا ده تختلف بقى، هنا واي وهنا اكس، هقول 2y دي واي باي دي اكس. طب ديريفاتيف زد كيوب اختلفت، يبقى نقول له 3 زد سكوير دي زد باي دي اكس. لو قلت لك فايند ديريفاتيف، لو كانت الفانكشن واي ايكوال واي ايكوال تقول لي عادي تحت الواي نكتب دي واي باي دي اكس واعمل ديريفاتيف لدي عادي خالص. طب ما هي دي واي ايكوال تحت الواي اكتب دي واي باي دي اكس واعمل ديريفاتيف عادي. امال ايه الفرق بين ده وده؟ هنا كانت واي ايكوال، هنا مفيش واي ايكوال، يبقى لما اطلب ديريفاتيف تعمل براكت وتكتب دي باي دي اكس. الحركه دي معناها انت بتقول له انا هعمل الخطوه اللي جايه ديريفاتيف، يلا نعمل ديريفاتيف لده، هتقول لي 2 اكس وبعدين بلس 9، ما بكتبش دي تاني. مره كمان، هل هنا في واي ايكوال؟ لا، او ما احط ده في براكت واكتب دي باي دي اكس. يلا يا جميل، ديريفاتيف التان سيك سكوير، ديريفاتيف الساين كوزاين، وما بكتبش دي باي دي اكس مره تانية خلاص. يلا كمان مره، اذا هناك فرق، لو كانت واي ايكوال وعايز اعمل ديريفاتيف تحت الواي نكتب دي واي باي دي اكس ونعمل ديريفاتيف. دي اكسبليسيت فانكشن عشان واي واكس لوحدها، دي امبليسيت فانكشن. انا قلت لكم في البدايه في العنوان في التايتل كده امبليسيت، يبقى هنحط براكت ونكتب دي باي دي اكس. دي برودكت الحاجتين، ثبت الاولى ديريفاتيف الثانيه 5 اكس باور 2 باور 4، ثبت الثانيه ديريفاتيف الاولى 3 واي سكوير دي واي باي دي اكس وديريفاتيف ال 7 0. يبقى انا عملت فيرست في سكند بلس سكند في فيرست. نفس الكلام يا باشا مكرر، دي باي دي اكس واي في اكس، يبقى نثبت الاولى واي ديريفاتيف الاكس ب 1 وبعدين بلس ثبت الاكس ديريفاتيف الواي دي واي باي دي اكس، يبقى فيرست في سكند سكند في فيرست. نخش في الاسئله بقى بسرعه، حد يعمل دي باي دي تي
دي باي دي تي، الاثنين دول هم نفس دول، بس هنا بلس هنا تايمز. لما تبقى بلس هعمل ديريفاتيف الاولى لوحدها الثانيه لوحدها. يلا يا جميل، ديريفاتيف الاولى 3 واي سكوير، جدع تقول لي دي واي باي دي تي، خلي بالك لان هنا واي وهنا تي. طب اعمل ديريفاتيف لدي 5 اكس باور 4، يا ابني كمل، لما اقول هنا اكس وهنا تي تقول لي 5 اكس باور 4 دي اكس باي دي تي، ده خد بالك عشان دي مهمه. طيب نيجي هنا، دي عملت ديريفاتيف دي لوحدها ودي لوحدها، طب دي يا باشا دي برودكت التو فانكشنز، ثبت الاولى، الاولى ثابته، ديريفاتيف الثانيه تقول لي 5 اكس باور 4 دي اكس باي دي تي بلس، ثبت الثانيه، ديريفاتيف الاولى 3 واي سكوير دي واي باي دي تي، يبقى فيرست دي في سكند بلس سكند دي في فيرست. جميل، تعالوا اقول حاجه قبل ما نكمل معلومه بتاعت تاني اعدادي، ما رايك يا اولاد؟ دي مساله لو واحد صاحبك قال لك اعمل ديفايدد 5 ديفايدد 5 قول له عادي طلعت الاجابه كده. طب ايه رايك بالمره هنعمل ديفايدد اكس ديفايدد اكس تطلع الاكس ب 3، موافق ولا لا؟ اشطب على كل اللي انا عملته ده. خلي بالك لما تعمل ديفايدد نمبر محدش يكلمك، لكن اوعى تعمل ديفايدد فاريبل. يبقى انا بقولها قاعده كده، لا تقسم على فاريبل يا جميل، اوعى تقسم على فاريبل. ليش؟ معنى تقول له لان انت ما ينفعش تعمل ديفيجن باي زيرو. هو ينفع تعمل ديفيجن باي زيرو؟ واحد يقول لي طب ايه اللي عرفني ان الاكس ممكن تنفع تبقى بزيرو؟ اقول له روح للاصل، حط اكس مكانها زيرو في الليفت هاند سايد، حط اكس مكانها زيرو في الرايت هاند سايد، هتلاقي الليفت قد الرايت، اذا الزيرو ده موجود، يعني يبقى الاكس ممكن تبقى بزيرو، يبقى ممنوع تقسم على فاريبل. خلي بالكوا عشان دي معلومه رياضيه مهمه. طب نروح هنا، لو واحد قال لك اعمل ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس، هتقول له احنا واخدين قاعده لا تقسم على فاريبل يا جميل، اقول لك لا تكمله القاعده، انا قلت دي لا ليه؟ علشان ما ينفعش الفاريبل يكون زيرو. طب هل هنا في المساله دي الاكس ممكن تبقى بزيرو؟ تقول لي لا. طب لا ليه؟ ارجع للاصل، ده الاصل، حط اكس مكانها زيرو، حط اكس مكانها زيرو في الرايت هاند سايد، هتلاقي زيرو ايكوال 7، في حاجه اسمها زيرو ايكوال 7، اما هنا كانت زيرو ايكوال 0 دي جمله مظبوطه رياضيا، لكن هنا زيرو ايكوال 7 لا، يبقى معناها ان الاكس ما تنفعش تبقى بزيرو، يبقى مسموح تعمل ديفايدد اكس. يبقى انت خليك فاكر، يبقى دي ترو اما دي فولس. يبقى ساعات نقول لك لا تقسم على فاريبل يا جميل، تقول له كمل الجمله، تقول له الا اذا كان الفاريبل ده ما ينفعش يبقى بزيرو. يبقى انا لما اقسم على فاريبل عادي، دي تبقى 5x، دي تبقى 15، دي تبقى 7 تايم x باور نيجاتيف 1. نروح بقى للسؤال الثاني، ده x تايم y 5x سكوير ايكوال تو فايند دي y باي دي x ات 1 نيجاتيف 3. هحلها بطريقتين يا اولاد، الطريقه الاولى هعمل دي باي دي اكس، يلا مش ده اكسبليسيت فانكشن؟ اقول لي اه اعمل دي باي دي اكس، دي برودكت التو فانكشن، ثبت الاولى ديريفاتيف الثانيه بلس ثبت الواي ديريفاتيف الاكس ب 1. يلا يا باشا اعمل ديريفاتيف لدي، يبقى دي عشان كانوا حاجتين فيرست في سكند، سكند في فيرست، اعمل ديريفاتيف الحمراء هتقول لي 10، هتقول لي 10 اكس ديريفاتيف التو ب 0. هو جايب لك بوينت 1 ونيجاتيف 3، يبقى مكان الاكس تكتب 1 مكان الاكس ب 1، مكان الواي تكتب نيجاتيف 3، حط 1 حط 1 والواي مكانها نيجاتيف 3، طلعنا دي واي باي دي اكس طلعت نيجاتيف 7. تعال بص لي بقى انذر سوليوشن اللي انا عامله ده، هروح للسؤال ده اعمل ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس. لما تعمل ديفايدد اكس هنا هل مسموح ان انت تعمل ديفيجن ديفايدد فاريبل؟ تقول له اه، لان لو رحت على اصل السؤال حطيت زيرو، حطيت زيرو مكان اكس يطلع زيرو ايكوال تو، يبقى الاكس استحاله تبقى بزيرو، لان دي جمله مش مظبوطه. او ما اعمل ديفايدد اكس، بقت واي لوحدها ودي هتروح الناحيه الثانيه بالماينس، يا سلام تحولت الى اكسبليسيت فانكشن. نقوم بقى نقول لك اعمل دي واي باي دي اكس، ديريفاتيف دي هتطلع نيجاتيف 2 اكس باور نيجاتيف 2،
5. روح يا باشا اعمل سبستيتيوت، حط الاكس ب1 يبقى نيجاتيف 2 ماينس 5 تطلع نيجاتيف 7، يبقى نفس الاجابه. يبقى دي طريقه ودي طريقه، اللي يعمل كده صح اللي يعمل كده صح. طيب واحده تانية، ساين 5 اكس ايكوال تان 7 واي، مطلوب نجيب دي واي باي دي اكس، او ما اعمل دي دريف براكت واكتب دي باي دي اكس. يلا يا باشا، هنا اكس وهنا اكس، يبقى الدريفاتيف وفقط. طب هنا واي هنا اكس، نعمل دريفاتيف ونزود في الاخر دي واي باي دي اكس. يلا يا باشا، دريفاتيف التان 7 سيك سكوير 7 واي دي واي باي دي اكس. طب انا عايز دي واي باي دي اكس، كل ده يجي الناحيه الثانيه ديفايدد، يبقى دي واي باي دي اكس اجيب كل ده تحت ده، بس هو ده المطلوب، انا مش عايز حاجه تانية. يلا يا جميل، نمبر 4، كل دي افكار على المسائل دي، واي وهنا اكس، عايز اجيب دي واي باي دي اكس، او ما اروح اعمل براكت واكتب دي باي دي اكس. ديريفاتيف الاكس ب1 براكت عليه باور، نزل الباور والبراكت زي ما هو وننقص 1، تايمز الديريفاتيف اللي جوه، اعمل ديريفاتيف اللي جوه ال1 بزيرو، ديريفاتيف الواي دي واي باي دي اكس. هو جايب لك بوينت 32 اند 1، مكان الاكس اكتب 32 مفيش اكس، طب مكان الواي اكتب 1، يبقى هنروح واي مكانها ب1، 1 بلس 1 ب2، 2 باور 4 16، 16 تايم 5 ب80، يبقى دي واي باي دي اكس ايكوال 1 اوفر 80. حل تاني، لما اقول اكس ايكوال واي بلس 1 باور 5، تقدر سيادتك تخليها واي ايكوال الباور ده اهو، لما احب اشيله. بصوا لي يا اولاد، انت في تانية ثانوي خدت حاجة مهمة، قالوا لك لما يبقى عندك واي باور 5 على اوفر 2 ايكوال اكس، وعايز اجيب واي لوحدها، ازاي تتخلص من الباور؟ بص كده، تعالى افكرك بيها، دي معلومات انت خدتها قبل كده. يلا، لما اقول واي باور 5 اوفر 2 ايكوال اكس بلس 1، لو عايز اجيب الواي لوحدها، اقوم اقول لسيادتك كده تعالى بالقلم بتاعك تعمل براكت يمين وشمال باور 2 اوفر 5 وهنا باور 2 اوفر 5، ده يروح مع ده وده مع ده، طلعت الواي لوحدها واي ايكوال اكس بلس 1 باور 2 اوفر 5. جميل، ده المفروض. يبقى انا لو عندي كده مره تانية، لو جيت قلت لك واي باور 3 ايكوال 7، عايز اجيب الواي، ممكن سيادتك ببساطه تقول لي اعمل هنا باور 1 اوفر 3 وهنا باور 1 اوفر 3، يبقى جبت الواي ايكوال 7 باور 1 اوفر 3. اللي انا قلته ده هو يا اولاد هو اللي انا هعمله دلوقتي حالا هنا. يلا كده يا جميل معايا، يلا شيل بقى ده كده وبص لي بقى على الكمبيوتر. لما اقول احسب لي ده، هتقول لي انا عايز اشيل باور 5، اقول لك ببساطه اعمل باور 1 اوفر 5 باور 1 اوفر 5، تطلع اكس باور 1 اوفر 5 ايكوال واي بلس 1، هات الواي لوحدها وال1 تيجي الناحيه الثانيه بالماينس، بقت واي ايكوال، يا سلام، تحت الواي نجيب دي واي باي دي اكس. ديريفاتيف ده، نزل الباور 1 اوفر 5 واعمل ماينس 1 يبقى نيجاتيف 4 اوفر 5، شيل الاكس واكتب 32 باور نيجاتيف 4 اوفر 5 تايم 1 اوفر 5، هتطلع الاجابه ايكوالز 1 اوفر 80. مساله نمبر 5، اكس ايكوال ده، بروف المنظر ده. شوفوا يا اولاد، انا حاجه هعمل دي باي دي اكس، هتقول لي هنا ديريفاتيف الاكس ب1 براكت عليه باور، نفس اللي قلناه، هننزل الباور 7 ونعمل ماينس 1، تايمز الديريفاتيف اللي جوه ال1 بزيرو. ديريفاتيف دي بكام يا باشا جدع؟ قول 5 واي باور 4 دي واي باي دي اكس. المطلوب عايز دي واي باي دي اكس لوحدها، اقول له عينيا كل ده يجي تحت ال1، طب ما هنا 5 وهنا 7 اعملهم تايمز بعض يبقى 35، اهو 1 اوفر 35. بعينيك الجميلة بص على ده وبص على الريكوايرد، هنا 35 هنا 35، هنا واي باور 4 هنا واي باور 4، بس هنا في فوق 1، هنا للأسف دي مش 1.
طب انا عايز في النيموريتور واي باور 5 بلس 1، اقوم اجي هنا اقول له اعمل فوق وتحت، طيب واي باور 5 بلس 1، واي باور 5 بلس 1. لما حد يسألك ليه هتعمل فوق وتحت كده تقول له لان الريكوايرد عايز واي باور 5 بلس 1 في النيموريتور، هعمل ده طيب ده تطلع زي المطلوب. طب هنا واي باور 5 بلس 1 باور 1، وهنا واي باور 5 بلس 1 باور 6، دي مع دي تبقى باور 7. طلعت الإجابة باور 7. طب سؤال يا ولاد، واي باور 5 بلس 1 باور 7، بص لها كده كويس وبص على أصل السؤال. يا سلام، هتقول واي باور 5 بلس 1 باور 7 دي كلها بإيه يا ابني؟ بإكس. يبقى شيل دي كلها وحط اكس، اهو طلعت الاجابة. كويس قوي، ده سؤال تاني. تعال بص، انا بجيب لك افكار مختلفة. واي معها زد، اكس معها زد، عايز اجيب دي واي باي دي اكس ات اكس ايكوال تو. انا يمكن اديت فكرة سريعة كده المرة اللي فاتت، واي معها زد هقول لك اجيب دي واي باي دي زد، اكس معها زد اجيب دي اكس باي دي زد. طب انا عايز دي واي باي دي اكس، اقول له دي واي باي دي زد تايم دي زد باي دي اكس تشين رول. علشان تعمل اللي انا قلته ده محتاجه زي ما قلت لكم قبل كده صحه، تكون صحتك جامده عشان تستحمل تقعد تعمل كل ده دريفاتيف، ودي كلها تعملها دريفاتيف، وبعدين ترجع تعمل تشين رول. ده وجع قلب يا ولاد، وصح، ولكن لو انت بقى شاطر وبصيت بصة للمسألة، هي السؤال محتاج نظرة، هتلاقي بعدها ابتسامة على طول، نظرة كده للسؤال. يا سلام، اهو بص زد بلس 1 ماينس اوفر زد ماينس 1، بص على الفراكشن ده والفراكشن ده، تلاقي ده هو ده بس معكوس. طالما ده زي ده بس معكوس، يبقى هقول له يبقى الواي هي اكس باور نيجاتيف 1. يبقى انا اختصرت كل وجع القلب اللي كنت هعمله في خطوة واحدة، بقت واي هي الاكس لان الفراكشن هو الفراكشن بس مقلوب، بقت واي ايكوال اكس باور نيجاتيف 1. يلا يا باشا، لما اقول لك اعمل دي واي باي دي اكس بقت خلاص كلام اطفال، نزل الباور واعمل ماينس 1، يبقى نيجاتيف 1 اكس باور نيجاتيف 2، شيل الاكس وحط 2 هنا يا جميل، يبقى طلعت الاجابة نيجاتيف 1 اوفر 4. ادي سؤال تاني. مرة تانية، اكس معها سيتا، واي معها سيتا، خلي بالكو دي اللي احنا بنسميها بارامتر، دي اللي بنقول بارامتر، اهو هنا سيتا وهنا سيتا. طالما في بارامتر نقدر نحل المسألة بالازاي، تقول اكس معها سيتا وما اعمل تلات سطور تحت بعض، واي ايكوال اكس ايكوال، اعمل ديريفاتيف دي لوحدها، الديريفاتيف دي لوحدها. طب هنا واي معاها سيتا، يبقى الديريفاتيف اسمه ايه يا اولاد؟ شاطر، دي واي باي دي سيتا. طب اكس معاها سيتا، الديريفاتيف اسمه ايه يا اولاد؟ جدع، دي اكس باي دي سيتا. يبقى انا هجيب من هنا دي واي باي دي سيتا، واجيب من هنا دي اكس باي دي سيتا. دي واي باي دي سيتا الديريفاتيف التان سيك سكوير سيتا. طب يلا نجيب دي اكس باي دي سيتا، اشطب على السكوير ده، خلها اول باور 2، دي نصيحه قلتها لك الحلقه اللي فاتت، لما اجي اعمل ديريفاتيف نزل الباور واعمل ماينس 1. طيب ديريفاتيف اللي جوه، ديريفاتيف السك، هتقول لي سك تان سك تايم سك سك سكوير وبعدين تايم تان. كويس قوي، نيجي بقى انت عايز ايه اصلا في السؤال؟ عايزين دي واي باي دي اكس، اقوم اقول له دي واي باي دي اكس ايكوال دي واي باي دي سيتا تايم دي سيتا باي دي اكس تشين رول. خلي بالكوا يا حبايبي، دي واي باي دي اكس فضلت دي واي باي دي اكس اهي، دي فوق ودي تحت، وهنا عملت بارامتر هنا، يبقى دي واي باي دي سيتا دي سيتا باي دي اكس. شيل دي واي باي دي سيتا واكتب ده سيك سكوير اهو، شيل دي سيتا باي دي اكس، تقول لي يا خبر ابيض ده هي دي اكس باي دي سيتا، اما دي سيتا باي دي اكس، يبقى دي عكس دي،
يبقى دي خليها في الدينومينيتور، اقلبها يعني تكتب تحت 2 6 سكوير تايم 10، اشطب 6 سكوير مع 6 سكوير، بقت الاجابه 1 اوفر 10 سيتا، ده اللي هو دي واي باي دي اكس. طب هو بيقول لك شيل السيتا واكتب نيجاتيف 3 باي اوفر 4، يبقى هروح اشيل السيتا، طبعا 3 تايم باي اوفر 4 يعني 3 تايم 180 اوفر 4 تطلع نيجاتيف 135، بالكالكليتور تبقى الاجابه ايكوالز هاف. تمام. طيب احنا كده يا اولاد هقف هنا دقيقه اسمع زميلكو احمد من الشرقيه يسال احمد، هسمع احمد دلوقتي سؤال سريع وبعد كده نرجع تاني اقول لك فكره تانيه للسؤال ده، اتفضل يا احمد. الو. ايوه يا احمد اتفضل. الو. ايوه يا احمد معاك. الو. ايوه معاك معاك يا احمد اتفضل. بس ما عندي طلب. اتفضل. عندي طلب. ايه تاني؟ عاوز البرامج تنعاد الصبح. البرامج تنعاد الصبح. البرامج ايه؟ عاوز البرامج الصبح. الصوت والله يا احمد مش سامع، يعني لو هدي كده وقول كده بصوت عالي كده. طيب احنا هنطلبك تاني يا احمد عشان الصوت يبقى بس اوضح شويه لاني ما سمعتكش، على ما هقول انذر سوليوشن للسؤال ده هسمعك. بصوا بقى يا اولاد وتابعني برضو يا احمد معايا. هنا انا كنت كاتب اكس ايكوال 6 سكوير سيتا ماينس 1 وبعدين واي ايكوال 10 سيتا، وكان المطلوب عايزين نجيب دي واي باي دي اكس، المطلوب عايزين كده. طيب انا لما اقول لك بص يا بصوا لي بقى كده للسؤال ده هتقول لي في قاعده مهمه جدا عايزك تاخد بالك منها، ان انا لو عندي تاني سكوير سيتا ده ايكوال 6 سكوير سيتا ماينس 1، ده معلومة انتوا في حاجتين واخدينها حاجة اسمها ايدنتيتيز في اولى ثانوي، كلكم عارفين ان ساين سكوير بلس كوزاين سكوير ايكوال 1، طب تاني سكوير ايكوال 6 سكوير ماينس 1، دي من مهمة جدا جدا جدا. جت منين؟ حتى لو انت نسيت افترض يا اولاد عشان دي كتير من زمايلكم بينسوها، يقول تاني سكوير ايكوال 6 سكوير ماينس 1 ولا 6 سكوير بلس 1؟ تعالى اثبتها لك بالراحة كده. لو انا عندي تاني سكوير سيتا هقول دي عبارة عن ساين سكوير سيتا اوفر كوزاين سكوير سيتا، ساين سكوير 1 ماينس كوزاين سكوير اوفر كوزاين سكوير. يلا يا جميل كده قسم دي كده 1 اوفر كوزاين سكوير ماينس كوزاين سكوير اوفر كوزاين سكوير، 1 ماينس كوزاين سكوير ب 6 سكوير، كوزين اوفر كوزين بوان. احفظ بقى الرول ده ان تان سكوير ايكوال 6 سكوير ماينس 1، دي قاعدة مهمة. طب ممكن بقى نرجع للسؤال بتاعنا اللي انا كنت عامله اللي حلناه اهو. بصوا بقى يا اولاد انا كاتب 6 سكوير ماينس 1 ده الاكس والواي ايكوال 10 سيتا، لو انت رجعت للسؤال هتلاقي 6 سكوير ماينس 1، طب ما نقدر اقول له الاكس ده اللي هي مين؟ ما هي الواي ده اللي هي ايكوال تان سكوير سيتا، طب ما التان هي الواي يبقى اقدر اقول الاكس ايكوال ايه يا اولاد؟ واي سكوير. كده انا جبت الاكس مع الواي، كده اقدر اعمل ديريفاتيف على طول من غير ما اعمل تشين رول، اقول له يلا يا باشا دي باي دي اكس للمساله، ديريفاتيف دي ب 1 ديريفاتيف ده هي 2 واي دي واي باي دي اكس، من هنا يبقى دي واي باي دي اكس 1 اوفر 2 واي. لو بصيت للاجابه ده اهي انا طلعتها بعد كام؟ بعد اربع خمس خطوات، يعني دي 1 اوفر 2 الواي اللي هي تان سيتا بس.
كده شيل السيتا واعمل سبستيتيوشن بالاجابه اللي هو كان مديها لك نيجاتيف 135 تطلع النتيجه. ده انذر سوليوشن جميل، ان لما لقيت 6 سكوير سيتا ماينس 1 كتبت تاني سكوير. بص للسؤال، التان هي الواي يبقى ده واي سكوير، وعملت ديريفاتيف بسهوله. يبقى المساله دي تعملها حاجة من اتنين، يا اما بالبارامتريك ديريفاتيفز، يا اما تبقى انت فاهم الايدنتيتيز اللي انت خدتها في اولى ثانوي، هتفيدك قوي مع معلومات اساسية في دماغك. يلا نكمل بقى يا جميل، سؤال تاني نمبر 8. يلا واي ايكوال روت وزد ايكوال روت، واي معها تي واكس معها تي، وعايز دي واي باي دي اكس، يبقى في بارامتر بين الواي والاكس. ما هو الواي مش جايه مع الاكس، بس في رابط بينهم اسمه تي. يبقى انا على طول بنظام يا اولاد اعمل ثلاث سطور تحت بعض، اكس معها تي، واي معها تي. يلا يا جميل، لما تلاقي روت، انا قلت لكم الحلقه اللي فاتت اول ما اقول لك دي واي باي دي تي، لما تلاقي روت اعمل شرطه دبل الروت تحت. طب وفوق ديريفاتيف اللي جوه اللي هي 3. طب نيجي هنا نفس الكلام، هنا سكوير روت شرطه دبل الروت تحت والديريفاتيف اللي جوه 4. كده انا جبت دي اكس باي دي تي وجبت دي واي باي دي تي. هو انا اصلا طالب مين؟ طالب دي واي باي دي اكس. اقول له دي واي باي دي اكس، قول بقى يا جميل التشين رول، دي واي باي دي تي تايم دي تي باي دي اكس، واكتب جنبيها تشين رول. دي واي باي دي تي اهي 2 اوفر الروت، ده هكتبها 2 اوفر روت دي تي باي دي اكس. احنا اللي جبناه فوق دي اكس باي دي تي، طب انا عايز دي تي باي دي اكس، يبقى اقلب دي اهو. بعد ما عملت كده هو بيقول لك لو سمحت مكان الاكس حط 2، مكان التي حط 2، مكان التي اكتب 2، واحسبها تطلع النتيجة 8 over 9. تعالوا بقى اقول معلومة يا اولاد مهمة جدا، ده اعتقد انا قلتها المرة الحلقة اللي فاتت، ومع ذلك مفيش مانع اكرر. لو قلت تنجنت بارالل اكس اكسس، يبقى هتقول لي سلوب اوف تنجنت ايكوال زيرو. باختصار تقول له دي واي باي دي اكس ايكوال زيرو، لان التنجنت لما يبقى بارلل اكس اكسس معناها مفيش انجل. ما هو الدي واي باي دي اكس هي تان سيتا، مفيش سيتا اصلا، سيتا بزيرو، يبقى دي واي باي دي اكس بزيرو. طب لو تنجنت بارلل واي اكسس، لما يبقى التنجنت بارلل تو واي اكسس معناها ان التنجنت بيربنديكولار على الاكس، يعني عامل مع الاكس 90، يبقى دي واي باي دي اكس بتان 90. تان 90 يعني انديفاين. الله يخليك، حط المعلومة دي في دماغك على طول، اول ما نتكلم في الكالكولس يقول لك تنجنت بارلل اكس اكسس دي واي باي دي اكس بزيرو، تنجنت بارلل تو واي اكسس دي واي باي دي اكس انديفاين. ممكن ما اقولش الجملة دي، بدل ما يقول بارلل اكس اكسس يقول لك هوريزونتال تنجنت، تقول معناها بارلل اكس اكسس معناها دي واي باي دي اكس بزيرو. بدل ما اقول بارلل واي اكسس اقول فيرتيكال تنجنت، يعني برضه دي واي باي دي اكس انديفايند. طيب ما تيجي كده يا اولاد شوف السؤال ده، اكس معاها زد، واي فانكشن اوف زد. لما يبقى اكس فانكشن اوف زد واي فانكشن اوف زد، يبقى في بارامتر بين الاكس والواي. هو طالب بقى قال لك فايند ذا فاليو اوف ذا بارامتر زد اف ذا كيرف هاز هوريزونتال تنجنت. هوريزونتال تنجنت يعني دي واي باي دي اكس بزيرو، فيرتيكال تنجنت دي واي باي دي اكس انديفاين، يبقى لازم اجيب دي واي باي دي اكس. اقوم وانا مغمض اكتب اكس ايكوال واي ايكوال. يلا يا باشا هنا هنجيب دي اكس باي دي زد، اعمل ديريفاتيف دي واي باي دي زد، عملت ديريفاتيف واقوله للتشين رول دي واي باي دي اكس ايكوال دي واي باي دي زد تايم دي زد باي دي اكس تشين رول. شيل دي واي باي دي زد اهي 4 زد بلس 1، دي زد باي دي اكس عكس دي اكس باي دي زد، يبقى دي تنزل في الدينومينيتور. نقلبها نقول بقى واحده واحده، هوريزونتال تنجنت يعني دي واي باي دي اكس بزيرو، الفراكشن ده اهو زيرو، يبقى اللي فوق ايكوال زيرو.
يبقى البارامتر زد بنيجاتيف 1 اوفر 4. فيرتيكال تنجنت، فيرتيكال تنجنت يعني دي واي باي دي اكس انديفايند. الفراكشن ده اهو انديفايند. يعني ايه انديفايند يا اولاد؟ يعني الدينومينيتور ايكوال زيرو. اعمل فاكتورايز لدي هتطلع الزد يا اما نيجاتيف 1 اوفر 3 يا اما الزد ايكوال 2. ادي فكره ثانيه. يلا يا باشا بصولي بقى كده يا حبايبي، لو قال لك ديريفاتيف واي وذ ريسبكت تو زد، دبليو ار تي ده معناها وذ ريسبكت تو. لما اقول لسيادتك ديريفاتيف واي وذ ريسبكت تو زد، هذه الجمله على بعضها ارمز لها بالرمز ايه؟ قول دي واي باي دي زد. شاطر. كمان مره، ديريفاتيف ال وذ ريسبكت تو تي، مين يقول لي رمز الجمله دي على بعضها؟ شاطر. دي ال باي دي تي. طب بصوا للحته اللي تزعل دي بقى، ديريفاتيف كلكيعه وذ ريسبكت تو كلكيعه تانيه، هل نقول دي الكلكيعه دي وذ ريسبكت تو الكلكيعه دي؟ طبعا لا. او ما انا سمي الكلكيعه الاولى دي بواي وسمي التانيه بزد، يبقى انا عايز اجيب دي واي باي دي زد. سهل على نفسك، سمي دي واي وسمي دي زد. طالما واي معها اكس اعمل دي واي باي دي اكس، زد معها اكس دي زد باي دي اكس، واقول له دي واي باي دي زد ايكوال دي واي باي دي اكس تشين رول. ده اللي هنعمله. عندنا كذا سؤال بنفس المنظر ده، وبيجي في الامتحان اخر السنه يقول لك فايند ديريفاتيف مقدار فانكشن وذ ريسبكت تو انذر فانكشن. تقوم سيادتك تاخد الفانكشن الاولى تسميها واي، الفانكشن الثانيه تسميها زد. كده بقى تحولت لبارامتر واي وزد بينهما بارامتر اسمه اكس. يبقى لما اقول لحد اعمل لي ديريفاتيف هيقول لي دي واي باي دي اكس، اعمل ديريفاتيف دي زد باي دي اكس. طبعا ده روت دبل الروت تحت في الديريفاتيف اللي جوه 2 اكس، شيل ال 2 مع ال 2. نقول احنا عايزين دي واي باي دي زد ايكوال دي واي باي دي اكس تايم دي اكس باي دي زد. دي واي باي دي اكس اهي 2 اكس، دي اكس باي دي زد عكس دي، يبقى اقلبها. بعد كده شيل الاكس مع الاكس، يبقى الاجابه دبل الروت ده فقط. سؤال كمان، لو قلت لك فايند ديريفاتيف فانكشن وذ ريسبكت تو انذر فانكشن ات اكس ب 1، هسمي الفانكشن دي بواي، اسمي دهيت بزد، واقول له من هنا هنجيب دي واي باي دي اكس، ومن هنا دي فراكشن شرطه طويله سكوير دينومينيتور داون سكوير، وبعد كده اعمل داون ديف اب ب 1 ماينس اب ديف داون ب 1. دي نيجاتيف اكس ودي بوزيتيف اكس يروحوا مع بعض، يبقى اللي باقي 1 اوفر ده. ونيجي نقول بقى عادي دي واي باي دي زد ايكوال دي واي باي دي اكس تايم دي اكس باي دي زد تشين رول. دي واي باي دي اكس هي جميل، ودي اكس باي دي زد عكس دي اقلبها. شيل الاكس وحط 1، شيل الاكس واكتب 1، مكان الاكس اكتب 1، هتطلع النتيجه النهائيه. اخر سؤال بقى في الجزء الاولاني من الحلقه اللي هو اللي انا بقول عليه ده، فايند ديريفاتيف فانكشن وذ ريسبكت تو انذر فانكشن ات اكس باي اوفر 2. اقوم اقول له واي ايكوال اكس ماينس ساين اكس. عايزين نعمل ديريفاتيف دي واي باي دي اكس، ديريفاتيف الاكس ب 1، ديريفاتيف الساين كوزاين. طيب دي زد باي دي اكس ال1 ب0، ديريفاتيف الكوزاين نيجاتيف وفي نيجاتيف تبقى بوزيتيف ساين. ارجع اقول له احنا عايزين دي واي باي دي زد، هتقول لي دي واي باي دي اكس تايم دي اكس باي زد تشين رول، واعمل سبستيتيوشن عن الاكس 90 90. بعد ما عملت كده دي احسبها كوزاين 90 ب0 يبقى باقي 1، ساين 90 ب1 يبقى النتيجه ب1. ده يا ولاد الجزء الاولاني في الحلقه، ان احنا قلنا explicit implicit derivatives الparametric derivatives، ودي مهمة جدا. هنكمل بقى ال higher derivatives. higher من الكلمة كده derivative يعني دي باي دي اكس، بنعمل derivative. طب لو قلت لك اللي انت عملت له derivative ده ايه، اعمل لها derivative تاني، يبقى انت هتجيب مرتين derivative نسميها second derivative. طب السكند ديريفاتيف دي اعملها ديريفاتيف تاني، يبقى عملت ثلاث مرات ديريفاتيف يبقى اسمها ثيرد ديريفاتيف.
يبقى انا عندي فيرست ديريفاتيف ده الاولى، سكند ديريفاتيف، ثيرد ديريفاتيف، فورس ديريفاتيف، اعلى من ال1 سميناها هاير ديريفاتيفز. ده اللي احنا هنتكلم عنه بالتفصيل وده مهم. يلا كده مع بعض، هاير ديريفاتيفز. بص يا جميل، لما اقول واي ايكوال ده عايز اجيب ديريفاتيف، خلاص احنا كده ده بنراجع الكلام ده، خلاص احنا قلناه. تعالوا بقى نتكلم اهو الديريفاتيف. اعمل ديريفاتيف، هتقول لي دي رمزها رمز الاف، لما اعمل لها ديريفاتيف تقول لي اف داش. طب الواي رمز الديريفاتيف دي واي باي دي اكس، انا بتكلم عن رمز ديريفاتيف 3 اكس سكوير بلس 5، ودي 3 كوزاين 3 اكس. طب عايز ده اهو اعمل له ديريفاتيف تاني، دي اسمها اف داش. لو عملت ديريفاتيف مره تانيه هتقول لي اف دبل داش. طب دي واي باي دي اكس، انا عايز ابين ان انا هعمل كمان مره ديريفاتيف، يعني هعمل دي باي دي اكس لدي واي باي دي اكس، نرمز لها بالرمز ده دي تو واي باي دي اكس سكوير. نكتبها كده يا حبيبي، يا رب ما تزعل، ده الرمز اللي احنا بنستخدمه دي تو واي باي دي اكس سكوير. اعمل ديريفاتيف، اعمل ديريفاتيف، اعمل ديريفاتيف. طب ده اهو اعمل له ديريفاتيف مره ثالثه، يبقى دي نسميها اف تريبل داش. ديريفاتيف دي سماها دي 3 واي باي دي اكس كيوب، ديريفاتيف دي ب 6 وديريفاتيف دي، يبقى كل دول اسمهم هاير ديريفاتيفز، واقدر اعمل فورس ديريفاتيف فيفس ديريفاتيف براحتي. طيب بصوا يا حبيبي، لو حبيت اعمل دي باي دي اكس اكس تايم دي واي باي دي اكس، تقول لي ده دول حاجتين تايم بعض، ثبت الاولى ديريفاتيف الثانيه دي تو واي باي دي اكس سكوير، ثبت الثانيه ديريفاتيف الاكس ب 1. طب معلش كمان مره، دي باي دي اكس واي تايم دي واي باي دي اكس، ديريفاتيف الواي ثبت الاولى، احنا بنقول فيرست دي في سكند بلس سكند فيرست، ديريفاتيف الواي ثبتها، ديريفاتيف دي دي تو واي باي دي اكس سكوير بلس دي واي باي دي اكس. طب ديريفاتيف الواي دي واي باي دي اكس مره ثانيه، يا سلام، دي واي باي دي اكس تايم اتسلف، يبقى نعملها اول باور 2. اعتقد هناك فرق بين المنظر ده والمنظر ده، دي معناها سكند ديريفاتيف، دي فيرست ديريفاتيف باور 2. مسائل بقى على هذا الكلام الجميل جدا، واي ايكوال كوزاين. لو قلت الواحد يلا يا باشا انا عايز اجيب دي واي باي دي اكس باول باور 2 ماينس واي دي 2 واي باي دي اكس سكوير ايكوال 1، مطلوب اوصل ان ده وده يطلعوا لي 1. ابص على الريكوايرد الاقي فيها فيرست ديريفاتيف وفيها سكند ديريفاتيف، طب ما انا عندي واي ايكوال، تحت الواي نجيب دي واي باي دي اكس، ديريفاتيف الكوزاين نيجاتيف ساين، كده انا جبت الفيرست ديريفاتيف. عايزين نجيب سكند ديريفاتيف دي تو واي باي دي اكس سكوير، ديريفاتيف الساين كوزاين، والنيجاتيف مالناش دعوه بيها. اروح للي هو طالبه، اكتب له ليفت هاند سايد، انقله ده الليفت هاند سايد، بدل دي واي باي دي اكس اهي وحط عليها اول باور 2، ماينس اكتب ماينس، بدل الواي هنكتب كوزاين اكس، ما هي الواي في اصل المساله كوزاين اكس، بدل دي 2 واي باي دي اكس سكوير هي جميل نيجاتيف كوزاين اكس، دي بقت ساين سكوير نيجاتيف كوزاين، طيب نيجاتيف كوزاين تطلع بوزيتيف كوزاين سكوير. اعتقد اي حد ماشي في الشارع تقول له ساين سكوير بلس كوزاين سكوير اكيد هيقول لك ايكوال 1، يا سلام، ما هو ده الريكوايرد. ادي سؤال، امشي معايا وانت هتستمتع بافكار جميلة جدا مجمعها لك النهاردة، يا رب الوقت يكفينا ان شاء الله. واي ايكوال ده بروف ده، بص على الريكوايرد على طول تلاقي فيها سكند ديريفاتيف، يبقى انا حاجي هنا الواي اعمل دي واي باي دي اكس، ديريفاتيف الساين 3 كوزاين 3 اكس، ديريفاتيف الكوزاين نيجاتيف 3 ساين 3 اكس، كده جبت الديريفاتيف الاولاني. الديريفاتيف الثاني اعمل ديريفاتيف لدي يا باشا، ديريفاتيف الكوزاين نيجاتيف 3 ساين، في تايم 3 يبقى نيجاتيف 9، ديريفاتيف الساين 3 كوزاين وهنا في 3 تبقى 9. تعالى بقى للليفت هاند سايد، بيقول لك دي 2 واي باي دي اكس سكوير بلس 9 في واي، دي 2 واي باي دي اكس سكوير اهي الخطوه الزرقاء دي 9 تايم واي، طب ما الواي اهي
اعمل دي تايم 9 تايم 9. يا سلام، طب ما دي تروح مع دي ودي تروح مع دي، كله راح مع كله، يبقى الإجابة كام يا باشا؟ زيرو. بص كده يا باشا، هو الرايت هاند سايد. في واحد شاطر قال لي مش لازم تكتب رايت هاند سايد، بص الحل الآخر، قال لك أنا جبت دي واي باي دي اكس وجبت دي تو واي باي دي اكس سكوير، لما وصل هنا قال بص بعينيك على ده، تلاقي هنا نيجاتيف 9 هنا نيجاتيف 9، ما يلا ناخد نيجاتيف 9 كومون، يتبقى ساين 3 اكس يتبقى كوزاين 3 اكس. يا نهار ابيض، بص على الاصل هتلاقي ساين 3 اكس بلس كوزاين 3 اكس دي على بعضها تطلع ايه يا باشا؟ واي. يبقى الاجابه نيجاتيف 9 واي. يا سلام على الجمال، ودي دي الناحيه الثانيه هتطلع بلس 9 واي، طلعت المطلوب توماتيكي يا اولاد من غير ما اقعد اعمل ليفت هاند سايد ولا رايت هاند سايد، وديت دي هنا طلعت. ادي سؤال، تعال امشي معايا واحده واحده وانا هبسطك النهارده بالافكار الجميله. بص يا باشا، اكس تايم واي ايكوال ساين اكس تايم كوزاين اكس، بروف ده. في واحد يقول لك يلا هنعمل ديريفاتيف، دول حاجتين في بعض صح، فيرست في سكند، سكند في فيرست، وحياه ربنا هعمل كده. طب دول حاجتين في بعض، نثبت الاولى ديريفاتيف الثانيه، ثبت الثانيه ديريفاتيف الاولى، اقول لك وحياه ربنا صح بس وحش. لو كان عندك نظر، بصوا يا حبايبي كده، في حاجه مهمه لازم اساسيات تانيه ثانوي يا ابني لازم تكون معاك. انا كل شويه في كل حلقه وفي كل وقت هنعتمد على حاجه في تانيه ثانوي هكتبها لك. لو انا منك اعمل لك كشكول او اجنده كده، كل ما تلاقي معلومه سابقه اكتبها على جنب، بحيث يبقى المعلومات في خلال الحلقات هتلاقي كل معلومات تانية سنة وعندك. نقول مع بعض، انا قلت لك حاجتين النهاردة، قلت لك ساين سكوير بلس كوزين سكوير بوان، تان سكوير ايكوال سيك سكوير ماينس وان. من حاجات تانية سنة وبرضو اللي لازم تعرفها، ان في حاجة اسمها دبل الانجل. لما اقول لك ساين تو اي، تقوم سيادتك تقول لي ده ايه ايكوال تو ساين اي كوزين ايه، كلنا حافظينها. يبقى لو لقيت دبل انجل نكتب 2 ساين ايه كوزين ايه، التلاتة دول واحد اتنين تلاتة، التلاتة دول على بعض يدينا ساين 2 ايه. وخلي بالك ان ده اهي دبل دي، يعني لو قلت لك كده، بص يا جميل، لو انا كتبت كده 2 ساين 3 اكس كوزين 3 اكس، ادي واحد اتنين تلاتة، تو تايم ساين تايم كوزاين، دول على بعضيهم تقول لي وحياة ربنا دول لمهم مع بعض اكتب ساين دبل الانجل ساين 6 اكس. يبقى اول ما تلاقي ساين تايم كوزاين تايم تو، التلاتة دول لمهم يا باشا تبقى ساين 6 اكس وتريح نفسك. طب ما رأيك لو انا كتبت كده ساين 5 اكس كوزاين 5x؟ هتقول لي يا خسارة ناقصة 2، طب ما تحط 2 وحط هاف، يعني دي على بعضها تبقى هاف ساين دبل الانجل ساين 10x. يبقى دي من معلومات تانية ثانوي اللي احتفظ بيها في الاجندة بتاعتك على جنب. نروح بقى للسؤال الجميل بتاعنا. يبقى انا اول ما الاقي ساين تايم كوزاين وانا مغمض، يبقى نكتب مكانها دبل الانجل. تعالوا كده معايا اهو، اكس تايم واي ايكوال ساين كوزاين، يبقى انا هقول اكس تايم واي ساين تايم كوزاين اكتب هاف ساين تو اي. جميل جدا، اعمل بقى حط براكت واكتب دي باي دي اكس، كده سهلت على نفسي. دول برودكت الحاجتين، ثبت الاولى ديريفاتيف الثانيه بلس ثبت الثانيه ديريفاتيف الاولى. نيجي هنا ساين تو اكس، هتقول لي 2 كوزاين تو اكس، التو تتشال مع الهاف، هي دي الاجابه. طيب بص بقى، انا عايز الريكواير ده اصلا في المساله طالب دي تو واي باي دي اكس سكوير، يعني عايز يعمل مرتين ديريفاتيف، يبقى انا احط براكت واكتب دي باي دي اكس. دول برودكت التو فانكشنز الحمراء دي، ثبت الاولى ديريفاتيف الدي واي اللي هي دي تو واي بلس ثبت الدي واي باي دي اكس ديريفاتيف الاكس ب 1، كل ده ديريفاتيف دي بس.
نيجي اللي بعدها الزرقاء ديريفاتيف الواي دي واي باي دي اكس، السوداء نيجاتيف 2 ساين 2 اكس. لو بصيت على ده وبصيت على اللي هو طالبه، الحمرة دي هي نفس دي اهو اكس دي 2 واي باي دي اكس سكوير هي دي. طب بص على الطلب التاني ده، دي واي باي دي اكس ودي واي باي دي اكس، هتقول لي 2 دي واي باي دي اكس. الحمد لله يا خبر ابيض، بس هنا اكس واي، هنا مفيش اكس واي. اقول لك حاجة في السر وحوطت صوتي اهو عشان محدش يسمعني، انا وصلت للسطر ده حاجة بيني وبينكو كده، لو لقيت نفسك اتزنقت قوي وصلت هنا اكتب الحيط، ما هو دي هي دي ودي هي دي، يبقى وقفت على دي، خد دي اكتبها هنا وخلاص. ده لو اتزنقت قوي يعني، دي حركة كده الشطار بيعملوها لما بيتزنقوا، لكن انا معاكوا دلوقتي ما فيش زنقة. اقوم تعالى بقى اقول لك، احنا عندنا اصل المسألة اكس واي كانت هاف ساين تو اكس لما شلنا دي. طب ما تعمل كروس مالتيبليكيشن، لو ضربت دي في دي، او هو طالب انت عندك هنا ايه نيجاتيف 2، بص هنا اعمل تايم 4 تايم 4، لان هنا اكس واي هنا اكس واي، انا عايز 4 اكس واي، اعمل هنا تايم 4 واعمل هنا تايم 4. لو ضربت دي 4 هيطلع لك 2 ساين 2 اكس، يا نهار ابيض اهي 2 ساين 2 اكس اللي هي 4 اكس واي. يبقى انا كتبت دي مكانها نيجاتيف 4 اكس واي وديتها الناحيه الثانيه. عشان كده وانا موطي صوتي يا اولاد قلت لك ينفع تشيل دي تكتب دي حتى لو انت ما فهمتهاش، بس الكلام ده لما تتزنق خالص فممكن تعدي. طيب نقول حاجة تانية، تعال بقى حتة جميلة قوي من الحاجات الممتعة للطلبة الشطار، بس الطلبة الوحشين لا، انا بتكلم دي السؤال ده للطلبة الشطار. y equal sin ax find tenth derivative and nth derivative. ايه الكلمة دي؟ عايز 10 مرات derivative وبعد كده nth، يعني معناها 15 20 اي رقم n، يعني 10 مرات derivative. تعرفوا الغلابة يعملوا ايه؟ يعمل 10 مرات derivative. خدوا بالكم يا اولاد في حاجة مهمة دايما في الماث، لما يطلب منك مثلا 20 ديريفاتيف، هل هتقعد تعمل 20 مرة؟ مش معقولة، تقوم تعمل مرة 2 3 4 كفاية، وبص لهم هتستنتج القاعدة دي. طريقة علمية مهمة، يقول لك هات حالة حالة تانية حالة تالتة، ده نظام تربوي نظام رياضي، يقول لك ممكن دي انت تستنتج نتيجة وجود حالات خاصة كذا حالة تستنتج الحالة العامة. فانا هجيب مرة 2 3 4 بس، ومن دول هبص لهم استنتج العشرة واستنتج العشرين والتلاتين كمان لو حبيت، واعمل لها قاعدة. هعمل كم مرة؟ 4 مرات بس. وبص معايا كده وعايز عينك تبقى لماحة، اتفرج كده يا ابني، انا هجيب 4 مرات، جبت فيرست ديريفاتيف، جبت سكند ديريفاتيف، جبت ثيرد، جبت فورث. اهو تعالوا بالراحه، حد يعمل لي ديريفاتيف الاولى، هتقول لي ايه ساين كوزاين اي اكس، حد يعمل ديريفاتيف ثانيه، دي هتطلع بره ايه مع ايه تبقى ايه سكوير، وديريفاتيف الساين بكوزاين نيجاتيف كوزاين. طب كمان مره ديريفاتيف الساين هتبقى كوزاين، والاي تطلع بره مع الاي سكوير تبقى اي كيوب. مره رابعه واخيره ديريفاتيف الكوزاين بساين، والكوزاين تبقى نيجاتيف في نيجاتيف ببوزيتيف تبقى اي باور 4. انا مش طالب غير نظره، هتلاقي هنا دي 1 بكوزاين، دي 3 كوزاين، طب نبص للايفن، دي 2 ساين، دي 4 ساين. حد خد باله يا اولاد؟ لما ابص لها اقول له امتى بتطلع ساين، امتى الديريفاتيف لما بيتكرر بيرجع للساين؟ في حالة 2 و 4 و 6، يعني معناها في حالة الباور، مش الباور اسف، اللي هم الايفنس ديريفاتيف. طب امتى بتبقى كوزاين؟ كوزاين في حالة الاودس ديريفاتيف، في حالة الاود والاود تبقى كوزينات، الايفن والايفن تبقى ساينات. جميل، يبقى انا اول ما لما اقول لك التنس ديريفاتيف تقول لي ده ايفن، وحياة ربنا تطلع ساين.
اهو بحلف لك كمان عشان انا واثق. طب لو عايز دي 15 سي دريفاتيف، تقول لي طالما 15 قد وحيات ربنا تطلع كوزاين. جميل، ارجع بقى بص بصة تانية، هلاقي هنا لما كانت دي 1 كانت ايه وباور 1، لما جبنا دي 2 سكند ديريفاتيف ايه باور 2، دي 3 ايه باور 3، دي 4 ايه باور 4. يا سلام، يبقى لو عايز تنس ديريفاتيف اكيد هتبقى ايه باور 10. ادي تاني ملاحظه. طب في حاله الايفن ساعات بتطلع نيجاتيف وساعات بتطلع بوزيتيف، هي كده كده ساين. امتى بوزيتيف؟ باور 4، لما تبقى 4 ديريفاتيف او 8 ديريفاتيف او 12 ديريفاتيف، يعني لما يبقى ديفيزابل باي 4. اذا لما اقول لك دي 10 نقول بالراحه، اولا هتبقى ساين، ثانيا هتبقى ايه باور 10، ثالثا هتبقى نيجاتيف. ليه؟ لان دي مش ديفيزابل باي 4. يبقى انا اقدر استنتجها قاعده، لو عايز انس دريفاتيف. طب قبل ما اقول انس دريفاتيف معلش معايا كده، لو جيت قلت لك دي باي دي اكس لساين اي اكس، خليها سيبك من الايه دلوقتي، ماشي حاضر عشان ساين اكس عشان ما حدش يزعل. لو قلت لك دي 30 باي اكس 30 30 مره، هتقول لي بالراحه اولا ده ايه ايفن، تقول لي يبقى تفضل ساين اي اكس، كمان دي 30 يبقى تقول له وحيات ربنا 30. طب دي ديفيزابل باي 4؟ لا، يبقى نحط نيجاتيف. طب بص اللي تحتيها، لو قلت لك كده دي 20 باي دي اكس 20 ساين اي اكس، هتقول لي اول حاجه ده ايفن يبقى تفضل ساين اي اكس، هنا هتبقى ايه باور 20. ممتاز، هنا بعدها هقول ايه بقى بوزيتيف. ليه؟ عشان ديفيزابل باي 4. ده في حاله الايفن يا اولاد. يبقى في الايفن، يبقى لما اقول لك الايفن ديريفاتيف تقول لي يا اما بوزيتيف اي باور ان ساين اي اكس، يا اما نيجاتيف اي باور ان ساين اي اكس. دي لو كانت الان ديفيزابل باي 4، لو كانت الان ديفيزابل باي 4. دي لو الان مش ديفيزابل باي 4. طب بص معايا بقى على الاود، روح بقى كده معايا على السكرين كده لحاله الاود، هتلاقي هنا لما كانت 4 لو عملت ديريفاتيف مره تحت دي هتلاقيها كوزاين وهتبقى بالبوزيتيف. يبقى اذا الدي بوزيتيف يبقى اللي قبلها ديفيزابل باي 4. يبقى علشان اعرف ان الكوزاين تبقى بوزيتيف امتى؟ لو اللي قبلها ديفيزابل باي 4. طب بص لدي الكوزاين نيجاتيف، بص على اللي قبلها هتلاقي مش ديفيزابل باي 4. يعني ايه يا اولاد؟ يعني بص لي يا جميل، لو قلت لك كده دي باي دي اكس لساين اي اكس، بس هنا باور 17، باور 17، تقوم تقول لي اول حاجه ده الباور ده ايه يا باشا؟ اود، تقول لي يطلع كوزاين اي اكس لانه اود. طب وهنا 17 يبقى تقول لي ايه باور 17. طب بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نقص واحده من دي، لما تشيل واحده من دي تبقى 16 ديفيزابل باي 4، يبقى دي بوزيتيف. كمان مره يا جميل، لو قلت دي باي دي اكس 15 سي ديريفاتيف ساين اي اكس، هتقول لي اولا دي كوزاين علشان ده هو اود، وهنا ايه باور 15. نرجع نقول ايه بقى؟ نقص واحد من 15 تبقى 14، نوت ديفيزبل باي 4 يبقى نيجاتيف. يبقى انا اقدر اقول بقى دي ان باي دي اكس باور ان لاكس باور، لو كانت الان اود يبقى نقول له حاجه من اتنين، يا بوزيتيف a باور n كوزاين ax، يا نيجاتيف a باور n كوزاين ax. ده تبع مين يا ولاد؟ n ماينس 1 لو كان ديفيزابل باي 4. يلا بقى علشان اقول لك اللي انا عملته اهو، يلا كده معايا، لو n ايفن يبقى بلس او ماينس، بلس ودي لو اود يبقى بلس او ماينس. تبقى بوزيتيف امتى؟ لو كانت ال n ديفيزابل باي 4. طب دي بلس امتى؟ لو ال n ماينس 1 ديفيزابل باي 4.
في حركة بقى يا ولاد انا عايز اقولها لكم مهمة. بص يا باشا، ساين كوزين، الساين نيجاتيف كوزين. طبعا هنا لو حبيت اعمل سكند ديريفاتيف اكيد هترجع نيجاتيف ساين تبقى كوزين. كويس، اي كوزين او اي ساين اقدر احوله لساين. لا لا لا، اوضحها لك احسن بكده على الورقه كده بخط كبير عشان تفهمني. بصوا كده يا حبايبي، احنا عارفين ان الباي اوفر 2 اللي هي 90 بتحول الساين لكوزين والكوزين لساين. الباي ال 180 ما بتحولش، تفضل الساين زي ما هي ساين والكوزين زي ما هي كوزين، بس بتحط نيجاتيف او بوزيتيف تابع الكوادرانت. طب كويس، الباي اوفر 2 يعني انت لما حد يسألك مين اللي بيحول الساين لكوزين تقول لي كده باي اوفر 2 وان. يعني لو حطيت ان في باي اوفر 2 ده اهي، لو كانت المسألة كوزين ان باي اوفر 2 بلس اكس تقول لي وحيات ربنا ده اهي هتتحول لساين اكس، ونكتب يا بلس يا ماينس حسب الان زي ما هقول لك كمان شويه. طب لو كانت الاجابه، خلي بالكو بس إيه، سوري سوري، عايز اقول برضو حاجه مهمه. ده اللي انا ده اللي بنحول الساين لكوزاين اذا كانت، شوف بقى هنا، لو ده تبقى ساين او تفضل كوزاين. تفضل كوزين امتى؟ لو كانت الان ده حسب الان. يعني ايه يا ولاد؟ يعني لو كانت دي بون، لو كانت الان قد 1 او 3 او 5 تفضل كوزين. معلش اوضحها تاني يا ولاد، تاني لما حد يقول لك كوزين ان باي على 2 بلس اكس تقول لي ده هتبقى ساين اكس، طبعا نكتب بلس وماينس بس بشرط الان دي اود، يعني واحد، يعني مثلا باي اوفر 2 3 باي اوفر 2 5 باي اوفر 2. طب لو كانت كوزاين او ساين، خلاص خليها كده كوزاين، ماشي كوزاين باي اوفر 2 بلس اكس ومعموله تايم ان تفضل كوزاين. امتى؟ طبعا بلس او ماينس حسب الان. دي لو كانت الان ايفن. يبقى نقول مره تانية، خدها قاعده، انا عندي الساين اكس لو عملتها بلس ان باي اوفر 2 امتى تفضل ساين وامتى تبقى كوزاين، وطبعا بلس وماينس على حسب الكوادرانت. امتى تفضل ساين امتى تفضل كوزاين؟ لو كانت الان ايفن، ده لو الان، اقولها لك اهو جنبه، لو الان ايفن. طب هنا لو كانت الان اود، يبقى انا اقدر بقى اختصر كل اللي انا قلته. اقول لك دي باي دي اكس، بص الحركه الجميله جدا اللي انا هقولها دي، لساين اكس اقول لك ده لما تحب تجيبها تقول له الاجابه هتطلع، ما هو دي اجابتها بتطلع ايه؟ يا اما ساين يا اما كوزاين، ما بتطلعش حاجه ثالثه. طب ما هو بدل ما اكتب كل ده اهو اكتب مكانها الجملة دي، يبقى انا هقول له الاجابة تطلع ساين اكس بلس ان باي اوفر 2 وعلى حسب الان، لو ان ايفن هتطلع ولو ان اود هتعمل، ولو كانت الان طبعا ايفن هتفضل ساين، ان اود تفضل كوزاين. ده اللي انا كاتبه هنا على السكرين اهو يا جميل. يبقى انا قلت لك طريقتين، لو الاختصار الاخير ده هو هيزعلك خلينا في الشكل التفصيلي اللي انا قلته لك فوق، ده شكل تفصيلي افضل، لكن ده مختصر قوي، دي للناس الكبار لما يحبوا يختصروا اللي انا قلته ده. حلو قوي. طيب تعالوا بقى اكس واي ايكوال المقدار ده 5 بلس 3 اكس سكوير. بروف ده هتقول لي عادي، اعمل دي باي، اعمل ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس، طلعت الاجابه كده. احنا عايزين سكند ديريفاتيف، نجيب دي واي باي دي اكس ونرجع نجيب دي 2 واي باي دي اكس سكوير ونكتب ليفت هاند سايد اكس، سيبها اكس، دي دي 2 واي باي دي اكس كلها اعملها تايم اكس، دي واي باي دي اكس اهي يا باشا اعملها تايم 2، اعمل اكس تايم ده
تبقى 10 اكس باور نيجاتيف 2 2 تايم نيجاتيف 5 نيجاتيف 10 اكس باور نيجاتيف 2 6 ده تروح مع ده طلعت الاجابه زي الرايت هاند سايد. دي طريقه. طريقه تانية واحد يقول لي طب افترض ما اعرفش لو عملت ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس ما طلعتش واي ايكوال، اقول له خلاص خلينا في الطريقه الاعم، اعمل براكت واكتب دي باي دي اكس. يلا يا باشا دي برودكت الحاجتين، ثبت الاولى ديريفاتيف الثانيه، ثبت الثانيه ديريفاتيف الاولى، وبعد كده دي تطلع دي بزيرو ودي 6 اكس. مره ثانيه حط براكت واكتب دي باي دي اكس، دول حاجتين في بعض، ثبت الاكس ديريفاتيف دي واي بدي 2 واي باي دي اكس سكوير بلس ثبت دي واي باي دي اكس والديريفاتيف الاكس ب 1. طب ديريفاتيف الواي دي واي باي دي اكس، ديريفاتيف 6 اكس ب 6. يا سلام هتلاقي هو المطلوب اهو، دي هي دي، هنا دي واي باي دي اكس ودي واي باي دي اكس بقت 2 دي واي باي دي اكس ودي 6. طلعت الاجابه اوتوماتيكيه يا اولاد. خش على رقم 18، واي سكوير ماينس اكس واي ماينس 9 ايكوال 0 بروف ده، اعمل براكت واكتب دي باي دي اكس. خلي بالك انا عاملهم لك تلات الوان زرقاء حمراء سوداء عشان انت ما تتلخبطش. حد يعمل لي ديريفاتيف الزرقاء 2 واي دي واي باي دي اكس، شاطر. طب ديريفاتيف الحمراء هنثبت الاولى ديريفاتيف الثانيه اكس دي واي باي دي اكس بلس واي تايم ديريفاتيف الاكس ب 1. خلي بالكوا فيرست في سكند بلس سكند في فيرست، بس في بره ايه يا اولاد ماينس، يبقى هعمل ماينس وتبقى الثانيه بالماينس. واحد يقول لي جت ازاي ده المفروض بلس، اقول له صح المفروض تكون بلس بس عشان هنا في ماينس ده عملتها ملتي بلاي الاثنين ديريفاتيف ال 9 ب 0. كده انا عملت ديريفاتيف اهو، تعالى عدتها تاني عدتها تاني عدتها تاني، نعمل براكت ونكتب دي باي دي اكس. بص لي على الزرقاء يا باشا، دول حاجتين في بعض، ثبت الاولى ديريفاتيف دي واي دي 2 واي باي دي اكس سكوير بلس ثبت الثانيه ديريفاتيف 2 واي ب 2 دي واي باي دي اكس. الحمراء حاجتين تايم بعض، ثبت الاولى ديريفاتيف دي واي ب دي 2 واي باي دي اكس سكوير بلس، بس في ماينس تبقى ماينس دي واي باي دي اكس تايم 1. اللي بعدها الواي ديريفاتيف الواي ب دي واي باي دي اكس، جمع هتطلع المطلوب على طول. بص يا جميل تحت ده وتحت ده، بص اللي انا حاطط لك تحتهم خط دول، هنا دي 2 واي باي دي اكس سكوير وهنا فيه دي 2 واي باي دي اكس سكوير، خدها كومون. يتبقى ايه يا باشا؟ 2 واي. يتبقى ايه يا جميل؟ نيجاتيف اكس. ده الجزء الاولاني هتلاقيه هو هو ده اهو، تابع معايا دي واي باي دي اكس تايم دي واي باي دي اكس تايم 2. يا سلام هتلاقي هو الريكواير ده اهو، شوف واحده واحده اتبسط كده خطوه خطوه يا حبيبي. هنا نيجاتيف دي واي باي دي اكس ونيجاتيف دي واي باي دي اكس، يا سلام زي الثالثه هي نيجاتيف دي واي 2 دي واي باي دي اكس. ادي سؤال وادي ديريفاتيف هاير على الهاير ديريفاتيفز. تعالوا نحكي مع بعض حته كده في التشين رول. لما اقول دي واي باي دي اكس، قلت لك في التشين رول تفضل دي واي دي اكس ونكتب هنا دي زد دي زد. دي واي باي دي اكس ممكن ازود التشين شويه، اكتب دي زد دي زد واكتب دي ال دي ال. يا نهار ابيض، بص يبقى دي واي باي دي اكس ممكن اقول دي واي باي دي زد تايم دي زد باي دي ال تايم دي ال باي دي اكس، ينفع. بص بقى للمعلومات اللي حولها دي، دي واي باي دي اكس تايم دي اكس باي دي واي ايكوال 1. انا مش طالب منك غير انك تقول لي كلمه واحده، اما او لا، هل دي واي باي دي اكس تايمز دي اكس باي دي واي ايكوال 1؟ قول ولا لا. ليه؟ لان ده عكس ده. طب بص الحته اللي جايه، دي 2 واي باي دي اكس سكوير دي 2 اكس باي دي واي سكوير، لو تايم بعض تطلع 1، برضو عايز كلمة واحدة ولا لا؟ لا طبعا. يعني اذا ده عكس ده في الفيرست دريفاتيف فقط، السكند دريفاتيف لا، ده حتى شكلها يا راجل هنا دي 2 اما هنا دي اكس سكوير، هنا دي 2 واي هنا دي واي سكوير، يبقى دول مش زي بعض.
طب نيجي للتشين رول اللي احنا بنحبه، لما اقول دي واي باي دي زد هتبقى ايكوال دي واي باي دي اكس دي اكس باي دي زد، ولا لا؟ لان ده تشين رول. طب هنا تشين رول في السكند ديريفاتيف، دي 2 واي باي دي زد سكوير ايكوال دي 2 واي باي دي اكس سكوير تايم دي 2 اكس باي دي زد سكوير، ولا لا؟ لا برضو، لان ده مش هي ده. يبقى التشين رول لا يصلح مع السكند ديريفاتيف، التشين رول في الفيرست ديريفاتيف بس. طيب بصوا الحركات اللي جايه دي، واي معها اكس يبقى الديريفاتيف اسمه دي واي باي دي اكس عادي، واي معها اكس لو طلبت منك اعمل لي ديريفاتيف دي واي باي دي اكس هتقول لي عادي صح. طب لو طلبت بقى، بص انا هغيرها اهو، هخليها دي واي، هخلي ده اهي، بصوا انا هغيرها قدامك اهو، بدل ما هي دي واي باي دي اكس ده اهي هخليها دي واي باي دي زد، وانتوا معايا اهو على الهوا اهو، هخلي دي واي باي دي زد. وتقول لي سيادتك هل لو كانت المسألة اهو يا جميل، اتفرج بقى كده اهو غيرتها قدامك اهو، هنا لما كانت واي مع اكس جبنا دي واي باي دي اكس، طب واي مع اكس وانا طالب دي واي باي دي زد، ده دي واي معاها اكس، ينفع اجيب دي واي باي زد؟ قول لي ينفع، بس في بس بشرط تعمل ديريفاتيف، بس بشرط تزود دي زد تاني الناحية التانية، تقول له تايم دي اكس باي دي زد. دي اللي هي جت من التشين رول يا ولاد. اقولها كمان مرة، خلي بالكم من الحتة دي عشان دي مهمة قوي، لما تبقى واي مع اكس ويطلب دي واي باي دي زد تقول لي اعمل لك ديريفاتيف عينية بس لازم ازود دي اكس باي دي زد، ده بحتفظ بحقي عشان اقول لك دول مختلفين. طب اهو واي معاها اكس عايز اجيب دي واي باي دي زد، تقول لي دول مختلفين، هي دي اكس ودي زد، ده دي مش زي دي، تقوم تقول لي عينية اعمل ديريفاتيف عادي، داون سكوير داون ديف اب واب ديف داون اللي انت بتحبها، ولكن انت عايز تقول له دول مختلفين يبقى لازم ازود دي اكس باي دي زد. المساطيل دايما يغلطوا في دي، عشان كده بقول لك دي غلطة المسطول، دايما ينسى دي ويطلع يكتشفها يبقى يزعلان جدا. فيا ابني عشان صحتك وعشان ما تزعلش ركز، لما تلاقي دول مختلفين لازم تزود الحتة دي يا مسطول لو نسيت، اما الشطار ما يغلطوش ابدا في دي. طب بص يا باشا، انا جايب لك اهو دي واي باي دي زد وطالب سكند ديريفاتيف، بس الديريفاتيف برضو مع مين يا اولاد؟ وذ ريسبكت تو زد، هل هذه زد؟ لا، تقوم تزود دي اكس باي دي زد، برضو المساطيل ينسوا دي. خش بقى معايا على الكلام الجميل، واي معها اكس زد معها اكس، يبقى في بارامتر هنا، عايز اجيب دي 2 واي باي دي زد سكوير، الواي ليست مع الزد، اقوم اعمل ثلاث سطور يا اولاد، نجيب واي نجيب دي اهو ثلاث سطور، الاول نجيب دي واي باي دي اكس ونرجع نجيب دي زد باي دي اكس عادي، ونيجي من اول السطر احنا عايزين دي واي باي دي زد، يبقى دي ايكوال دي واي باي دي اكس تايم دي اكس باي دي زد تشين رول، شيل دي واي باي دي اكس اهي دي اكس باي دي زد، ده عكس دي عكس دي عادي، نعمل اوفر اوفر، اعمل سمبليفاي ده اوفر ده وده اوفر ده، اهو عملت سمبليفاي، ده اللي هي دي واي باي دي زد. انا عايز اجيب ديريفاتيف مره تانية، هتعمل ديريفاتيف، تعمل ديريفاتيف، ايه رايك؟ اهو عملت ديريفاتيف، عملت ديريفاتيف وخلاص، موافقني ولا لا؟ الولد الجدع يقول لك ده المساطيل يقف لغايه هنا، اما الشاطر اللي عينيه لماحه يقول لك لا ده هنا زد وهنا اكس، خلي بالك اكتب دي اكس باي دي زد، دي غلطه المسطول، اقوم اشيل دي اكس باي دي زد ده اهي واجيبها من هنا 1 اوفر 2 اكس، اهو يا باشا، واعمل دي تايمز الاولانيه وتايمز الثانيه يبقى دي النهايه. اكرر الفكره دي يا حبايبي، واي مع اكس وزد مع اكس، في بارامتر اهو، عايزين نجيب دي 2 واي باي دي اكس سكوير، واي مع اكس نجيب دي واي باي دي اكس، يلا يا جميل عادي، زد مع اكس نجيب دي زد باي دي اكس عادي، اقول له احنا عايزين دي 2 واي باي دي زد سكوير، اقوم اجيب دي واي باي دي زد، تشين رول، اهو
دي واي باي دي اكس اللي هي دي، دي اكس باي دي زد عكس دي، عشان كده عملتها تحت. عايز اجيب سكند ديريفاتيف، تقول لي عادي داون سكوير داون ديف اب ماينس اب ديف داون. اهو شوف انا واقف ازاي، انا ما بتكلمش عشان اديك فرصة تنطق. عملت ديريفاتيف وخلصت، بس اسيبها كده، ايه رأيك؟ لا، يبقى هنا زد وهنا اكس، هما دول زي بعض يا اولاد؟ تقول لي لا، ناقصة دي اكس باي دي زد. ده المساطيل ينسوا دايما ده. شيل دي اكس باي دي زد واكتب عكس دي، يعني 1 اوفر كوزاين. اعمل ده تايم ده، يبقى دي كوزاين وهنا كوزاين سكوير، بقت كوزاين باور 3. مرة تالتة يا اولاد، علشان خلاص بقى كده يبقى عملت اللي عليه، هنجيب دي واي باي دي اكس ونجيب دي زد باي دي اكس، واقول له التشين رول، وطبعا دي معكوسه فعملت ديفايد. هات السكند ديريفاتيف، شرطه طويله، داون سكوير داون ديف اب ماينس اب ديف داون. اوعى تنسى احسن ازعل، غلطه المسطول بقى تقول له تايمز، عشان دي اكس ودي زد دول مش زي بعض، يبقى نزود دي اكس باي دي زد ونكتب 1 على 2 اكس. لو عملت دي 2x plus 5 مع 2x plus 5 تطلع باور 3، بقت زي المطلوب اهو. وده من غير ما تتعب نفسك يا ابني ولا تتعب صحتك، خدها من اللي فوق بس. ادي فكرة، دي مسألة انا كاتب جنبها جميلة، هقعد اجيب لك شوية مسائل جميلة جدا هتعجبكم. y function of z، z function g of x، بروف المنظر ده. ده ما ادتكش مسألة عادية زي اللي انت متعود عليها. y function of z، يبقى انا حاجة على جنب اقول لك انا عايز اجيب دي y by دي z، اعمل derivative دي، ما هي y معها z، فderivative الf نقول له f داش. طب هنا z معها x، لما اقول لك طلع لي دي z by دي x، فتقول لي derivative g جي داش. كويس، انا طالب مين يا حبيبي؟ طالب دي 2y باي دي اكس سكوير، او ما اقول له دي واي باي دي اكس الاول، نجيب فيرست ديريفاتيف. مليني التشين رول يا جميل، هتقول دي واي باي دي زد تايم دي زد باي دي اكس تشين رول. شيل دي واي باي دي زد الحمرة دي واكتب الحمرة دي، شيل دي زد باي دي اكس مظبوطة، هي مش مقلوبة، تبقى جي داش. كده انا جبت دي واي باي دي اكس، عايز دي تو واي باي دي اكس سكوير، عايز اعمل اللي ده اهي سكند ديريفاتيف. دول حاجتين تايمز بعض يا حبايبي، ثبت الاولى ديريفاتيف الثانيه. ديريفاتيف دي تطلع ايه يا اولاد؟ جي دبل داش، ما هو ديريفاتيف الجي داش جي دبل داش، بلس ثبت الثانيه اللي هي جي داش ديريفاتيف اف داش. ايوه انا مستنيك ترد عليها يا باشا. ديريفاتيف اف داش هتقول لي اف دبل داش زد دي زد باي دي اكس. ايه ده؟ حد واخد باله؟ اشمعنى دي زودت كده؟ لان ده هي زد وده هي اكس، دول مش زي بعض، يبقى لازم ازود دي زد باي دي اكس. طب معلش، طب نكمل وبعدين اقول لك الفكره دي اكررها. دي تنزل زي ما هي، دي زد باي دي اكس اللي هي جي داش تايم جي داش تبقى جي داش سكوير. دي الاجابه اللي هي دي. انا عايز بس مره تانية اكرر الحته دي عشان حبايبي اللي ممكن تكون وقفت معاهم، خليكم معايا بقى كده يا اولاد، دي مهمه. انا قلت لك لما اكتب دي باي دي اكس، اذا كانت الفانكشن اكس بيعمل ديريفاتيف عادي، دي باي دي اكس والفانكشن ماس اكس، لازم تزود اللي هو حته التشين رول. ممكن نقولها تاني؟ يلا، لو قلت لك كده y equal عندنا كده f of x، قلت لك لو سمحت ده اهي عايز اجيب دي y by دي x، تقوم تقول لي يلا ديريفاتيف الاف اف داش x فول ستوب. طب بص كده y equal f of x، وطلبت من سيادتك قلت لك لو سمحت طلع لي دي y باي دي زد، هتقول لي ديريفاتيف الاف اف داش.
بس ده هي اكس وده هي زد، يبقى لازم تزود جنبها تايم دي اكس باي دي زد ولا دي زد باي دي اكس. تقول لي مين اللي تحت؟ دي زد، يبقى هنا دي زد. لازم اعمل كده. اقولها كمان مرة، كمان مرة عشان حبايبي. لو واي ايكوال جي اوف زد، قلت لك لو سمحت طلع لي دي واي باي دي اكس، عايزك تجيب لي دي واي باي دي اكس. هتقول لي ديريفاتيف الجي، جي داش زد، تايم ديريفاتيف اللي جوه اللي هي دي زد باي دي اكس. الكلام ده يخليني بقى اقول لك حاجة. طب تخيل يا ولاد عندكو كده واي ايكوال اف اوف اكس سكوير، وقلت لك لو سمحت طلع لي دي واي باي دي اكس. تقول لي برضو ديريفاتيف الاف، هنعمل اف داش اكس سكوير. لو وقفت كده غلط لازم تقول لي تايمز 2 اكس، لازم، لان تايم ديريفاتيف اللي جوه. طب كمان مره يا حبايبي، بصوا كده الحركه دي، كل دي يا اولاد انا بعودك على المناظر. لو تاك اف اوف جي اوف اكس، قلت لك لو سمحت طلع لي دي واي باي دي اكس. تقول لي يلا ديريفاتيف الاف، هنعمل اف داش جي اوف اكس تايم ديريفاتيف اللي جوه تايم جي داش اكس. ده من الحاجات الافكار المهمه عشان هناخد عليها اسئله كتير دلوقتي. انا اديتك شويه افكار انا واثق ان انت هتستمتع معايا بيها. يلا كده، دي مساله ساين بلس كوزاين ايكوال زيرو، بروف الشكل ده. تقول لي دي اولا ساين بلس كوزاين، هنعمل براكت ونكتب دي باي دي اكس. يلا يا جميل، ديريفاتيف الساين كوزاين، بس عينك الله يكرمك، عايز عينك تبص هنا واي وهنا اكس، يقول لك تقول لي كوزاين واي دي واي باي دي اكس. ديريفاتيف الكوزاين 2 ساين 2 اكس، نيجاتيف 2 ساين 2 اكس. ارجع حط براكت مره ثانيه دي باي دي اكس عشان هو السكند ديريفاتيف. دول حاجتين في بعض يا جميل، ثبت الحمراء ديريفاتيف الزرقاء بلس طب دي واي باي دي اكس، وديريفاتيف دي اللي هي نيجاتيف ساين، والديريفاتيف دي خلاص جبناها. بص لدي وبص للريكوايرد، الريكوايرد عايز دي 2 واي باي دي اكس سكوير بس، يبقى نعمل ديفايدد كوزاين ديفايدد كوزاين ديفايدد كوزاين، هتحسبها تطلع الريكوايرد. معلش انا هزود الريتم شويه في السرعه عشان ده يا دوبك ربع ساعه يا اولاد نلحق نقول الافكار الجميله اللي عايز اقولها. طب ده بروف ان ده اول خطوه، هتفك البراكتس، هنعمل براكت ونكتب دي باي دي اكس، ثبت ده للفيرست في سكند وسكند في فيرست. بعدها هتعمل ديريفاتيف الفايف بزيرو، اعمل ديفايد 2 ديفايد 2 ديفايد 2، ارجع بقى اعمل ملتبلاي اكس ملتبلاي اكس ملتبلاي اكس. هتقول لي ليه؟ اقول لك لان انا عايز اكس باور 3 في واي، هنا اكس سكوير بس، يبقى هنعمل تايم اكس تايم اكس تايم اكس. المقدار ده هو ده اهو. طب ما ده بكام؟ ب 5، او معمل له بلس 5 ايكوال 0. طيب واحده ثانيه، 4 اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال 25، بروف ده. او معمل دي باي دي اكس برضو عادي ديريفاتيف عادي، ونرجع ديفايد 2 ديفايد 2 عادي، ونعمل سكند ديريفاتيف. يلا يا باشا، انا طبعا رتبت، كتبت دي في الاول ودي في الاخر. هنعمل دي باي دي اكس، ثبت الاولى ديريفاتيف الثانيه، ثبت الثانيه ديريفاتيف الاولى، ودي 4. اللي انت بصيت له ده، بص على الريكوايرد، هتلاقي الريكوايرد فيها دي 2 واي باي دي اكس سكوير، دي مش موجوده. طب ما اشيلها، اشيلها منين؟ من هنا. اقول له من ده هات لي دي واي باي دي اكس كده لو سمحت، من دي من ده، انا عايز اشيل دي واي باي دي اكس دي عشان هنا ما فيش دي واي باي دي اكس، هات لي من هنا دي واي باي دي اكس. الفور اكس تروح الناحيه الثانيه بالماينس، ونقسم على واي، يبقى نيجاتيف 4 اكس على واي، يبقى هشيل دي واي باي دي اكس واحط نيجاتيف 4 اكس على واي. طب دي سكوير، اعمل لي دي سكوير تبقى 16 اكس سكوير اوفر واي سكوير. اعمل ملتبلاي واي سكوير، اعمل ملتبلاي واي سكوير ملتبلاي واي سكوير، اهو دي اللي هو مطلوبه خلاص. هنا خد 4 كومون، هذا المقدار 25، يبقى 4 تايم 25 تطلع ب 100. دي مساله 25. دي مسألة تانية يا أولاد. أولا احنا عارفين ان 6 سكوير ايكوال 10 سكوير بلس 1،
انا قلتها لكم قبل كده، واي معاها سك وروت زد ايكوال ده. بص بقى على الحل السريع، انا هعمل سكويرنج بقت سك سكوير، طيب ودي اعمل لها سكويرنج بقت واي تاني سكوير، يا نهار ابيض. طب ما التاني سكوير ايكوال سك سكوير ماينس 1، شيل السك سكوير واكتب اكس سكوير، كده انا جبت الواي مع الاكس في ثانيه، ولا عملت بارامتريك ديريفاتيفز ولا وجع قلب. يبقى انا مجرد جبت سك سكوير وتاني سكوير طلعت الاجابه كده. هات بقى دي واي باي دي اكس وبعدين تجيب سكند ديريفاتيف، خلصت في ثانيه. لو ما عملتش الطريقه دي كان هيبقى قدامك بتاع 10 خمس 12 خطوه. 27 دي واي باي دي اكس اهي، دي زد باي دي اكس، عايز السكند ديريفاتيف. اقول له طب انا عايز مين؟ دي تو واي باي دي زد سكوير. اقول له دي عباره عن دي واي باي دي زد ايكوال تشين رول، شيل دي واي باي دي اكس واكتب ده اهي، شيل دي اكس باي دي زد وحط 1 على ده، اقلب لي دي. هات سكند ديريفاتيف، شرطه طويله، داون سكوير داون ديف اب واب ديف داون، ونعمل مالتي بلاي دي اكس باي دي زد، احسبها طلعت الاجابه. وبعدين اعمل سبستيتيوشن، اكس مكانها 2 اكس مكانها 2 هتخلص. كويس، ادي فكره يا اولاد. تعالوا بقى معايا واي ايكوال تان سكوير بروف ده. هتقول لي برضه السك سكوير بتان سكوير بلس 1، يلا نجيب دي واي باي دي اكس، هتبقى 2 تنزل الباور وتنقص 1 في الدريفاتيف التان اللي هي بسك سكوير. جميل، يلا نجيب سكند ديريفاتيف، ثبت الاولى ديريفاتيف الثانيه، نزل الباور نقص 1 وديريفاتيف السيك بسيك تان، اعمل سيك تايم سيك وتان تايم تان. اهو يا اولاد، طبعا هنا انا عملت ايه؟ خلي بالكو، ثبتت الاولى لما طبعا هنا عملت ده، ثبتت التان دي وعملت ديريفاتيف دي، وبعدين ثبتت السيك سكوير وديريفاتيف التان بسيك سكوير. وبعد كده بص يا باشا، تان تايم تان بقت تان سكوير، سيك تايم سيك بقت سيك سكوير، سيك سكوير وسيك سكوير بقت سيك باور 4. حلوة قوي قوي كده. هنا بص على اللي انا هعمله، دي لو بصيت على اللي انا كاتبه ده هعمل ايه؟ شيل تان سكوير وهنكتب سيك سكوير. خلي بالكم انا عملت ديفايد هنا، اللي انا هعمله هشيل التان وهكتب سيك سكوير، او السيك سكوير اكتب تاني سكوير بلس 1. لما اشيل السيك سكوير واكتب تاني سكوير بلس 1 واعمل ودي اللي هي 2 تاني سكوير زي ما هي، فك البراكتس هتطلع الريكوايرد على طول. معلش انا يمكن استعجلت فيها وانا بحلها بسرعه عشان الوقت بس، لكن تعالى بقى دي خلاص انا قلت لك الفكره دي هعديها يلا، عشان فيه فكرتين في الاخر قبل الوقت ما ينتهي نلحق نقولهم. بصوا بقى يا اولاد، دي سؤال في كتاب المدرسة من الاسئلة الجميلة، جايب لك تيبل اكس بوان او بتو، لو الاكس بوان الواي بايت والواي دبل داش بتوينتي ايت، لو الاكس بتو الواي داش بسيفنتي فايف الواي داش بثيرتي فور، وهو قايل لك فوق ان الواي عبارة عن اي اكس كيوب بلس بي اكس سكوير بلس سي اكس بلس 2، وعايز يجيب البلس دي، عايز يجيب الاي والبي والسي والدي. تعالى بقى نستفيد بالتيبل، اولا الاكس لو ب1 الواي ب8، اقوم اعوض عن الاكس ب1 والواي مكانها ب8، كده جبنا ايكويشن 1. خلي بالكم انا عندي 4 انونز، لازم اكون 4 ايكويشنز. طيب نجيب لي دي واي داش، اعمل واي داش ديريفاتيف ديريفاتيف، خلصنا. يقول لك لو الاكس ب2 الواي داش 75، يبقى نروح نحط الواي داش ب75، اكس مكانها 2 اكس مكانها 2، جبت ايكويشن 2. هات الواي دبل داش، اعمل دي ده دريفاتيف لدي دريفاتيف. طيب يقول لك لو الاكس ب1 الواي دبل داش ب28، حط 28 واكس مكانها 1، لو الاكس ب2 الواي دبل داش ب34، يبقى شيل الاكس الواي دبل داش اكتب 34 حط الاكس مكانها 2. عندك 4 ايكويشنز، حل الاثنين دول مع بعض، اعمل ماينس 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 هتجيب الاي والبي، عوض بيهم هنا وهنا هتجيب السي، عوض بالاي والبي والسي هتجيب الدي، هيطلع لك الاربع حاجات دول. مين دول؟ تقدر تكمل بقى التيبل اللي عندك ده. ادي سؤال،
بصوا بقى للحته اللي جايه واي ايكوال 6 بروف ده. اقوم انا قدامي عارفين ان التاني سكوير ايكوال 6 سكوير ماينس 1. انا بركز دايما على الفكره دي، ديريفاتيف السيك بسكتان، دي 2 واي باي دي اكس سكوير، ثبت الاولى ديريفاتيف التان بسيك سكوير، اعمل دي تايم دي تبقى، وبعدين بلس ثبت الثانيه، ثبت التان ديريفاتيف السيك بسيك تان. حلوه قوي. طيب تعالى بقى، سيك تايم سيك سكوير بقت سيك باور 3، وهنا تان تايم تان بقت تان سكوير. روح بقى للمساله دي، سيك باور 3 شيل التان واكتب سيك سكوير ماينس 1 ونزل السيك، فك البراكت هتبقى هنا سيك تايم سيك بسيك باور 3، وسيك باور 3 بقت 2 سيك باور 3 ماينس سيك. روح للليفت هاند سايد او من غير بقى، طبعا دي لما تيجي تشوفها 2 سيك باور 3، السيك بواي يبقى دي 2 واي باور 3، والسيك بواي يبقى ماينس واي. الليفت هاند سايد اهو واي مضروبه في دي 2 واي باي دي اكس سكوير. انت هتقول لي اهي دي 2 واي باي دي اكس سكوير اهي، دي هضربها في واي. طب دي واي باي دي اكس اهي اهي، بس هو عايزها ايه يا اولاد؟ عايزها سكوير. طب ما ناخد دي اعملها سكوير، عملتها سكوير. شيل تاني سكوير واكتب سيك سكوير ماينس 1، فك البراكت. يا سلام، سيك سكوير يعني بواي سكوير، سيك سكوير يعني واي سكوير، فك البراكت بقت كده. يبقى المقدار ده اهو اجابته اهي، والمقدار ده اهو اجابته اهي، واعمل تايم واي اهو y باور 4 و2y باور 4 3y باور 4 ماينس 2y سكوير، خد y سكوير كومون تطلع المطلوب على طول. بصوا بقى للسؤال ده، f اوف 2x ايكوال ده، عايز f داش ات 1. انا لو منك، هي لو كانت f اوف x كانت بقت سهله، لكن f اوف 2x طب اعمل ايه؟ ممكن واحد يقول لك ما يلا نجيب f داش، اقول له بس انا عايز اف داش اوف 1 يعني 2 اكس ب 1. ينفع على فكره، لها طريقتين للحل. انا هحل عشان اختصار الوقت، لان خلاص باقي لنا وقت صغير، فعشان نلحق اقوم اقول لك بقى شيل 2 اكس ده اهي وسمها واي، يبقى الواي ايكوال 2 اكس، يبقى الاكس لوحدها بهاف واي، واروح اعوض هنا شيل 2 اكس وحط واي، شيل الاكس وروح حط هاف واي، بس اهو اهو كده بقت المساله عاديه. عايزين طبعا دي باور 2 يعني 1 على 4 واي سكوير، ودي هاف واي. المساله خليتها رمز واحد، احنا عايزين اف داش ات 1، هعمل ديريفاتيف بالنسبه للواي. يلا يا باشا، اف داش واي هنا نزل الباور نقص 1، ودي نزل ودي تطلع هاف، حط اف داش 1، حط هنا 1، حط هنا 1، طلعت الإجابة هاف بلس هاف بون، تقوم سيادتك تختار ون، لأن في الامتحان آخر السنة بيجي لك سؤال زي ده، مسألة مكتوبة يقول لك كده. بص للسؤال اللي جاي، اف اوف اكس اهي كي اوف 2 ايكوال كي اوف 2 ايكوال 3 كي داش 2 ايكوال 2 كي دبل داش 2 ايكوال 5. عايز كي سيركل اف، يعني ايه يا ولاد؟ يلا عشان دي، عشان دي الافكار الجميله اللي عايزين نلحق يا مسهل الوقت شويه اللي باقيين، نلحق اقول كام فكره في الاخر حلوين قوي، يا رب يكفينا. بصوا يا حبايبي، السنه اللي فاتت انت خدت لو قلت لك اف اوف اكس يا خبر خمس دقايق بس، طيب يا دوبك. يوص يا اولاد بسرعه قوي، اف اوف اكس ايكوال مثلا روت اكس بلس 1. لو جيت قلت لك جي اوف اكس ايكوال ساين اكس، لو حد قال لك انا عايز اجيب اف سيركل جي اوف اكس، دي بنكتبها اف اوف جي اوف اكس، ونيجي بقى نقول له اف اوف جي اوف اكس. دي بقى هنعمل ايه؟ دي لما نيجي نكتبها الاف اوف اكس اهي، معناها انت شلت الاكس وحطيت ايه يا ابني؟ حطيت جي، يبقى نروح نشيل الاكس ونحط جي، جي اللي هي ساين، تبقى روت ساين اكس بلس 1. اقولها مره تانية، لو جيت قلت لك اف اوف اكس ايكوال اكس سكوير بلس 1 وجي اوف اكس ايكوال مثلا كوزاين اكس، لو عايز اف اوف جي اوف اكس تقوم تروح شيل الاكس وحط جي، الاكس اهي شيلها وحط جي، تبقى كوزاين اكس اول سكوير بلس 1. طب لو عايز اجيب اف داش تقوم تعمل ديريفاتيف، عايز اجيب دي باي دي اكس، يبقى تعالى نتفرج كده عليها في اللي انا كاتبه. للاسف كنت نفسي اكمل لكم الكام خطوه دول.
انا جيت هنا اف اوف اكس باكس سكوير، ده هو مديها لنا هنا، يبقى الاف داش بتو اكس الاف دبل داش بتو. روح للمساله دي اف اوف كي، عايزين نجيب الاف داش، يبقى هنقول له دي اف داش في الدريفاتيف اللي جوه اللي هي كي داش، نروح نعوض، عايزين اف دبل داش، دي هتبقى يا اولاد اف دبل اف داش، هنثبت الاولى الدريفاتيف الثانيه اللي هي الكي دبل داش بلس ثبت الكي داش دريفاتيف الاف داش اف دبل داش، ونعوض بقى بتو، نعوض بتو، نعوض بتو. سهله بقى، كي دبل داش تو اهي، كي داش تو اهي، نروح نعوض، هتبقى هنا كي اوف تو ب 3 ونعوض كده. طب ما انا عندي اف داش 3 من هنا اللي هي 2، يبقى عوض هتطلعها. بس هنا بقى بيقول لك لو كانت الفانكشن اود يبقى الاف داش بام، يبقى الاف داش نيجاتيف كي بكام؟ هتقول لي لو الفانكشن اود يبقى الاف داش ايفن، ولو الفانكشن ايفن اف داش اود. يعني ايه يا اولاد؟ بص يا حبيبي كده سريعا، لو واي ايكوال اكس باور 4 دي ايفن فانكشن، لو عملت واي داش تبقى 4 اكس باور 3 ده هي اود فانكشن، يبقى لو كانت الفانكشن اود ايفن يبقى الاف داش اود، والعكس صحيح. روح للسؤال بقى، هتقول لي احنا هنا لو الفانكشن اود يبقى الاف داش ايفن، عشان كده لما اقول لك اف داش نيجاتيف كي هتقول لي هي هي اف اوف كي يعني بام. ده سؤال جه السنة اللي فاتت في امتحان اخر السنة 2018، وحلي لك حلين اف داش اكس باكس في اف اوف اكس، اف اوف 3 نيجاتيف 5 عايز اف داش نيجاتيف 3، تقوم تعمل اف داش ثبت الاولى، لما احب اعمل ده الاف داش، عايزين نعوض ب 3 نعوض ب 3 نعوض ب 3، اف اوف 3 بنيجاتيف 5 يبقى نيجاتيف 15، هات لي اف دبل داش ثبت الاولى ديريفاتيف الثانيه بلس ثبت الثانيه ديريفاتيف الاولى ب 1. هو عايز اف دبل داش 3، شيل الاكس اكتب 3 مكان الاكس 3 مكان الاكس 3، اف داش 3 جبناها بنيجاتيف 15، اف اوف 3 عندنا نيجاتيف 5، طلعت الاجابه. انذر سوليوشن، ممكن واحد من الاول يقول لك مش دي اف داش، هات اف دبل داش على طول، ثبت الاولى ديريفاتيف الثانيه ثبت الثانيه ديريفاتيف الاولى عشان دي اف داش. وبعد كده خلاص يا اولاد تعالوا بصوا بقى كده، دي كانت مساله جات السنه اللي فاتت، انا هوريها لك مكتوبه فقط عشان خلاص كده احنا خلصنا والوقت انتهى، ومساله اخيره هوريها لك برضه اهي، انت بقى مع نفسك كده وقف على اليوتيوب الصوره وراجعها مع نفسك بالراحه لان الوقت انتهى للاسف، كنت نفسي اشرح لكم ده. بس دول مساله، كام مساله كده، طبعا السمر بتاع الحصه اهو انا برضو حوره لك عشان برضو خلصنا الوقت معلش، وهنا ده اللي احنا خدناه.